بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأزكى السلام على سيد السلام والأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكرام. معكم حيدر الرحيم، رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة. باسم الأمانة العامة نرحب بكم أجمل ترحيب، ممثلي الوكالات الخبرية ومراسلي القنوات الفضائية ومختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، في حضور هذا المؤتمر الصحفي الذي يحاول أن يوجز التفاصيل الخاصة بفعاليات أسبوع الغدير الدولي بدورته 13. هذا الأسبوع الذي تقيمه الأمانة العامة العتبة العلوية المقدسة تيمناً وابتهاجاً واستذكاراً واحتفالاً واحتفاء بعيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على سائر المسلمين. كما عودتكم الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بأن تبذل جهودها وتختزل كل إمكانياتها في سبيل أن توصل رسالة الغدير إلى مختلف أصقاع المعمورة، ولتخاطب بذلك مختلف الفئات المجتمعية، وتضع لمساتها في مختلف الجوانب الأدبية والفكرية والعلمية والأكاديمية. كما في كل عام اعتدنا على إطلاق هذا الأسبوع، لكنه لا بد أن يكون متطوراً ومغايراً لما سبقه من أسابيع مختلفة. ننوه إلى أن هذا الأسبوع جاء نتيجة خطة محكمة من قبل لجنة تنظيم الفعاليات وإحياء المناسبات في العتبة العلوية المقدسة. هذه اللجنة التي تحظى بإشراف ومتابعة السيد الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، ونوقشت خلال أشهر عديدة وطويلة كل ما تم تنظيمه في العام الماضي، وبذلك نحاول أن نختزل كل تلك الجهود ونناقش كل الملاحظات ونطور تلك الفعاليات لتظهر هذا الغدير بأبهى حلة وبأجمل صور. فعاليات أسبوع الغدير بدورته 13 سينطلق بإذن الله تبارك وتعالى يوم غد، يوم الجمعة 14 من شهر ذي الحجة الموافق 20 يونيو، وسينتهي إن شاء الله يوم الجمعة 21 من شهر ذي الحجة الموافق 28 من شهر يونيو. هذا الأسبوع إن شاء الله سيتضمن قرابة 100 فعالية متميزة ومتنوعة. ربما السؤال الذي يدور في الأذهان، ما هو أبرز ما يميز هذا الأسبوع عن سائر الأسابيع في الأعوام الماضية؟ نتحدث أن هذا الأسبوع ستطغى عليه الصفة الدولية، إيماناً بأن العتبة العلوية المقدسة حريصة كل الحرص على أن تقدم رسالة الغدير وصاحب الغدير لتقدمه بأبهى حلة وبأجمل صورة إلى مختلف دول العالم. ولذلك نتحدث عن 12 دولة ستشارك معنا من خلال ممثليها منشدين وإعلاميين وأكاديميين وباحثين، فضلاً عن مشاركة عابرة من خلال رفع راية الغدير في 12 دولة سيأتي إن شاء الله ذكرها في خلال هذا المؤتمر. إضافة إلى ذلك، أبرز ما يميز الغدير هو إضفاء اللمسة الفكرية والعلمية والثقافية على مجريات هذا الأسبوع. نتحدث عن تنظيم مؤتمر دولي علمي يحظى بمشاركة أكثر من 100 باحث وأكاديمي يتحدثون ويقدمون أقلامهم حول أمير المؤمنين وواقعة الغدير من اليمن، من إيران، من كينيا، من فرنسا، إضافة إلى مختلف الجامعات والمراكز البحثية. من خلال هذا المؤتمر أيضا سيقام ملتقى حواري علمي نستضيف من خلاله نخبة من رجال الدين يمثلون مختلف الطوائف والأديان والمذاهب، إيمانا منا بأن عليا عليه السلام كان وما زال وسيبقى سيدا للإنسانية، ولم يكن يوما ما إماما للشيعة أو للسنة أو للمسلمين فقط، وإنما للإنسانية أجمع. فحري بنا أن نستثمر هذا الغدير لتطوف هذه الأقلام في حرمه الطاهر وفي غديره الثر. إضافة إلى ذلك، أبرز ما يميز هذا الغدير أيضا أنه سيشهد مشاركة كوكبة من الفرق الإنشادية من مختلف الدول العربية والإسلامية
لتصدح حناجرها في رحاب المولى أمير المؤمنين عليه السلام. نتحدث عن أكثر من 80 شاعرا ومنشدا، أكيد من خلال أيضا مهرجان شعري دولي، وكذلك من خلال جلستين إنشاديتين خاصة بالفرق الإنشادية. كما اعتدتم في كل الأسابيع التي تطلقها العتبة العلوية المقدسة، لابد أن يكون هناك مكان وفسحة للجانب القرآني. هناك أيضا محفل قرآني إن شاء الله يقام بشكل دولي بمشاركة عدة قراء من سلطنة عمان ومن لبنان، بإضافة إلى القراء المحليين. أيضا نتحدث عن الجوانب المختلفة المتعددة. هناك أيضا فقرة خاصة بالجانب التراثي والمعرفي. هناك معرض لنفائس المخطوطات أيضا يقام ضمن فعاليات هذا الأسبوع، يشمل استعراض 30 مخطوطة لإبراز الوجه الحضاري لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام ولأحقية هذه المناسبة في مختلف العصور والأزمان. أيضا سيعرض من خلال هذا المعرض المصحف المنسوب للمولى أمير المؤمنين عليه السلام، بالإضافة إلى مخطوطات تجاوز عمرها 1000 عام. أكيد أن لهذه المناسبة الكبيرة صبغة شعبية من خلال توافد آلاف الزائرين في الحرم العلوي الطاهر. خططت هذه اللجنة الخاصة بتنظيم الفعاليات مهرجانات شعبية بمشاركة رواديد ومنشدين، استثمارا واغتناما لتوافد الزائرين ليلة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأبر. أيضا لا يقتصر هذا الأسبوع على جانب الإخوة الرجال، أكيد هناك فعاليات نسوية خاصة بهذا الأسبوع تقدمها الكوادر النسوية في العتبة العلوية المقدسة. نتحدث عن محافل ومهرجانات وعروض مسرحية ومحافل قرآنية ومسابقات وغير ذلك من الفعاليات التي تحاول أن تدور روحها حول إثبات الإمامة وحقية أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا كما عودناكم أن لجانب الطفولة مساحة واسعة في هذا الأسبوع، نتحدث عن منصة خاصة للأطفال يقيمها مركز المحسن لثقافة الأطفال في استراحة يعسوب الدين. يتضمن هذا المكان وهذه المنصة عدة فعاليات ثقافية وعلمية وإنشادية. أيضا نتحدث عن المنصة، هناك أيضا منصة خاصة بالزائرين في رحاب الصحن الطاهر في جهة باب الطوسي، أيضا تتضمن العديد من الفقرات الثقافية والإنشادية والفكرية. أيضا لجانب الفنون، وكما لاحظتم جليا اتضح لديكم أن العتبة العلوية المقدسة تحرص في إظهار هذه البهجة وهذا السرور من خلال استعراض اللوحات الفنية العملاقة، وركزت على ذلك من خلال وضعها في مداخل المدينة، من خلال وضعها في الجهة المحيطة بالصحن العلوي المطهر. من خلال هذه الرسالة تحاول أن تقدم هذه المناسبة لتخاطب بذلك كل الأذهان والأنماط. هناك أيضا رسم مباشر سيقام في الجهة المحيطة بالصحن العلوي المطهر بمشاركة فنانين دوليين. نبقى أيضا في جانب الطفولة، هناك أيضا مسيرة لأحباب علي عليه السلام كما أحبت اللجنة المنظمة وصفها، تتضمن مشاركة لقرابة 1000 يتيم من جهة صافي صفا اليماني وحتى دخولهم إلى صحن السيدة الزهراء، وتقديم هذه الفعاليات في رحاب الصحن العلوي المطهر. كذلك هناك فقرات خاصة بالضيافة والإطعام والهدايا المقدمة للمشاركين وللزائرين الذين يحظون بشرف المثول عند هذه الرحاب الطاهرة. نتحدث عن إعداد كيكة تصل إلى قرابة 1000 متر كما قدمت العام الماضي، أيضا ستقدم في هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 100,000 طبق لموائد الإطعام والضيافة، وستوزع إن شاء الله على الزائرين في محيط الصحن العلوي المطهر، بالإضافة إلى الوجبات المقدمة في مضيق الزائرين. وكذلك طبعا لا يغفل علينا ذكره أن العتبة العلوية المقدسة حريصة كل الحرص في هذا الأسبوع بأن تقدم خدماتها. تحدثنا فيما سبق عن الجانب الخاص بأسبوع الغدير
لليلة الغدير ويوم الغدير خطته الخدمية واللوجستية الخاصة التي تقام بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات والدوائر المعنية. نظرا لتوافد الزائرين بشكل مليوني أكيد هناك خطة خاصة في هذا الإطار. في الختام أيها الأحبة الكرام، طبعا لا يخفى عليكم أن يوم غد إن شاء الله سيشهد انطلاق حفل رفع راية الغدير، وهي بمثابة الإشهار الأول لهذه المناسبة الكبرى في حرم المولى أمير المؤمنين عليه السلام في صباح يوم غد. وعلى أثر هذه الفعالية ستقام عدة فعاليات خاصة برفع راية الغدير، أكثر من 40 حفلا سيقام داخل العراق، 20 موقعا في مختلف محافظات العراق، واثنا عشر دولة من مختلف دول العالم، نتحدث عن السويد، الدنمارك، فنلندا، النرويج، ألمانيا، بريطانيا، إيران، أمريكا، كندا، التشيك وأستراليا. كل هذه الدول تم التنسيق من خلال عدة لجان وهيئات لتنظيم حفل رفع راية الغدير في تلك الدول برعاية العتبة العلوية المقدسة لتقديم الرسالة العالمية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. في ختام هذا المؤتمر أيها الأحبة، نشكر لكم حضوركم المتجلي والذي اعتدنا عليه كل عام، وتعول العتبة العلوية المقدسة على بصماتكم الإعلامية في رفد المجتمع ومختلف الفئات لإيصال رسالة الغدير عبر نوافذكم الإعلامية. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ حيدر بلا زحمة، حدثنا قليلا عن استعداداتكم لاستقبال الزيارة. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. طبعا للزيارة الخاصة بليلة الغدير ويوم الغدير استعدادات خاصة أكيد يطغى عليها الجانب الخدمي واللوجستي والأمني والصحي بالتعاون مع الدوائر المعنية والوزارات ذات العلاقة. طبعا نظرا لحرارة الجو المرتفعة تم تهيئة صحن السيدة الزهراء بطوابقه الأربعة بقاعاته المبردة العملاقة، وكذلك استثمارا لمشروع التوسعة المحيط بالصحن العلوي المطهر، نتحدث عن أكثر من 20,000 متر مربع في المرحلة الثانية من أصل 75,000 متر مربع، جاري إزالة التقارات المتاخمة لصحن السيدة الزهراء، جرى تضليلها، جرى تبريدها، جرى رص الأرصفة لها من خلال استعداداتنا لهذه المناسبة الكبرى. نحاول أن نقدم خدماتنا الكبرى للزائرين الكرام. طبعا الحديث عن هذا الموضوع أكيد أولى الأمان العامة العتبة على المقدسة خصوصية لهذا الأمر، من خلال استنفار كامل وعلى مدى 24 ساعة، وأدعوكم أيضا للتجول في الجهة المحيطة بالصحن العلوي المطهر، ستجدون الأعمال ليلا مع نهارا لتسقيف الجهة المحيطة بالصحن العلوي. أكيد حريصين كل الحرص على أن نقدم هذه المشاريع بشكل دائم وليس مؤقت. تجدون على يعني جانب باب الفرج هناك عمل مستمر دؤوب، ربما أعمال متداخلة وقد ربما فنيا غير مقبول هذا الشيء، ولكن لضرورة وحراجة هذه الأجواء ولقرب هذا الغدير ولكثرة التأخيرات في عملية الإزالة من خلال المعاملات الخاصة بعملية الاستيفاء الأمور الخاصة بهذه العمليات الخاصة بالهدم، تم يعني عمليا استنفاق كل الخدم في سبيل إيصال هذه المساحة وإدخالها حيز الخدمة إن شاء الله. بالحديث عن الخزانة وما يختص بجانب المخطوطات والنفائس التي تتبع قسم الشؤون الفكرية والثقافية، طبعا ربما الحديث سابق بأوانه نتحدث عن إنشاء متحف خاص بالعتبة العلوية المقدسة يعد الأكبر من نوعه على مستوى العتبات، وإن شاء الله في حينه ستكون لكم جولة في هذا المتحف وطريقة استعراض ما تمتلكه العتبة العلوية المقدسة من نفائس. إضافة إلى ذلك ندعوكم أكيدا إن شاء الله إلى التجول والتعرف عن قرب وعن كثب في المعرض الخاص بالنفائس والمخطوطات في جامع أبرام بشاهين على مدى يعني وجبتين صباحية ومسائية طيلة أيام هذا الأسبوع، وأكيد هناك تعاون وتنسيق مع الجانب الإعلامي مع الأخوة والكوادر المعنية في قسم الشؤون الفكرية لإظهار هذه النفائس على شكل برامج وأفلام وثائقية بالتعاون مع مختلف الوسائل الإعلامية. أما بالحديث عن الآليات، يعني نتحدث عن آخر إحصائية
لقسم الآليات في زيارة الأربعينية باعتبارها تدخل أقصى خدماتها المقدمة للزائرين، أكثر من 1000 آلية تملكها العتبة العلوي المقدسة، كلها مهيئة لتقديم خدماتها إلى الزائرين بشتى الخدمات. طبعا أكيد الخطة الأمنية والخدمية ربما تقدم في حينها بناء على الظروف المحيطة، ولكن أكيد هناك تنسيق وتعاون مستمر. إضافة إلى ذلك هناك مستجدات ربما جميعا واكبتموها من خلال الجهة الغربية الجنوبية من الصحن العلوي المطهر والمرقاب الذي تم وضع حجر الأساس له في تلك الجهة امتدادا من الشارع الحولي وحتى المنطقة المحاذية، وأكيدا كل هذه الطرق المؤدية إلى الصحن العلوي المطهر من خلال عمليات الهدم والإزالة هناك تنسيق عالي مستوى مع الجهات الأمنية لذلك. شكرا جزيلا لكم. طبعا حتى لا نغفل وحتى نعطي هذا الموضوع أهميته الكبرى، إن شاء الله نعدكم جميعا بأن يكون هناك مؤتمر وجولة إعلامية كاملة تشمل كل المراسلين وممثلي القنوات الفضائية للتعرف عن قرب عن مجمل ما تم تقديمه خلال عام من مشروع التوسعة المحيطة بالصحن العلوي المطهر. نشكر لكم هذا الحضور وآسفين جدا على هذا الوقت الذي تم من خلاله يعني تلبية هذه الدعوة، ونأمل منكم جميعا أن تكون لنا هذه الرسالة الصادقة والصالحة والصادحة بحب علي وآل علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.